بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لأحكام تنظيم وقت الصورة الحكومية برجع إليها، يلاحظ أولا أن تنظيم وقت لم يمنح صلاحية صريحة لرئيس الحكومة لإقالة أعضاء الحكومة، بالتالي يبدو الحديث هنا يحتاج إلى مزيد من التدقيق، الحديث صادر عن سيد رئيس الحكومة. ثانيا، إذا كان المقصود من سيد رئيس الحكومة هو استقالة حكومة ككل، فيصبح حديثه عن تشكيل حكومة كفاءات وتكنوقراط سابقا لأوانه، لأنه يحتاج تكليفا جديدا من رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة. بالتالي اعتبر أن الوزراء الموجودين حاليا هم وزراء شرعيون منحهم الاقتصاد التأسيسي الثقة، من واجبهم الوطني أن يعملوا أن يباشروا مهامهم دون أي تواني. البلاد تحتاج مجهود الجميع حاليا، وفيما بعد إذا كان هناك أي تسميات أو ترشيحات لعضوية الحكومة أو حكومة كاملة ستؤول وجوبا للمجلس الوطني التأسيسي ليمنحها الثقة. قبل ثقة المجلس الوطني التأسيسي لا شرعية لا لحكومة ولا لأعضاء في حكومة. السؤال هو فما في الفصل 17 يقول أنه ما فيها سيد رئيس الحكومة نجم يبدل يحذف جست نكمل السؤال ولا يحذف معناتها لي مينيستر ابري كونسي ابري مينيستر ابري كونسي معناتها افيك لي مينيستر ومن بعد معناتها استشاره مع السيد رئيس الجمهوريه. دونك عنده نورمالمون صلاحيه حسب الصلاحيه تتعلق باحداث الوزارات وكتابه الدوله والدواوين وغيرها. شنو معناتها احداث الوزارات؟ يعني مثال بسيط، في تزكية الحكومة في أول مرة زكينا وزيرا للصناعة والتجارة، وزكينا وزيرا للتجارة قلنا وزير مكلف بالتجارة معتمد لدى وزير الصناعة. اتخذ رئيس الحكومة عملا بالفصل 17 أمرا أحدث بموجبه وزارة التجارة، فأصبحت وزارة قائمة بذاتها، هذا إحداث الوزارة. ولكن الشخص مر عبر المجلس نفس الشخص سي بشير الزعفوري، منذ البداية كان مكلفا بالتجارة وبقي مكلفا بالتجارة، كان معتمد لدى وزير الصناعة أصبح وزارة تامة المعنى لدى الحكومة. هذا معنى الإحداث، يخص الوزارات لا الأشخاص الوزراء. شكرا، بارك الله فيك.